بخطى واثقة تسير نادية هي وزميلتها ممن اخترن العمل في أكثر المهن ذكورية، وما بين تحدي الذات والخروج عن المألوف تبدأ نادية يومها الأول في العمل كسائق تاكسي، ليس سعيا لسحب البساط من تحت أقدام زملائها من الرجال، بل تلبية لرغبة الكثير من السيدات اللاتي ستقتصر عليهن هذه الخدمة الجديدة التي أطلقتها شركة خاصة تحت عنوان البينك تاكسي. تجربة مبدئيا حلوة كتير، أولا لأنه فيها نوع من التحدي، تحدي أو قبل أي شيء تحدي لنفس الوحدة الشخصيتها، بعدين تحدي للمجتمع، تحدي للإشي المتعارف عليه، ما بيكون سترينج يعني غريب الإشي عليهم، مش كيف ست السوق، لكن مع بغض النظر قد ما في عليها معارضة عليها إقبال كتير. صديقاتي أنه كتير أعمالهم من هلا على الجروبات، بدنا رقم المكتب، بدنا كتير انبسطوا للفكرة. هذه الخدمة الموجهة للمرأة الأردنية تعتمد على طلبات هاتفية تلبى على الفور، ويقول القيمون على المشروع إن اليوم الأول شهد إقبالاً ملحوظاً على تاكسي السيدات أو التاكسي الزهري. زادت المكالمات على الكول سنتر، على مركز الاتصال للشركة، لما صار عندهم علم إنه في تاكسي بنات. والفكرة يعني الناس كتير تقريباً تقبلتها، لأنها فكرة يعني المرأة صار لها دور في كل مكان. وفي مشهد أنثوي بامتياز ولون زهري يميز شارة التاكسي، بدأ العمل بإطلاق 20 سيارة أجرة نسائية تهافتت عليها السيدات. ولأن عيد الأم يصادف اليوم، فقد أعلنت الشركة عن نقل مجاني للأمهات في عيدهن للاحتفال ببدء عمل السائقات في خدمة التاكسي النسائي. بدعم المرأة بشغلها، يعني تروح على مجالات مختلفة إنها تشتغل، برضه بيعطي نوع من الأمن للبنت اللي بدها تركب تاكسي، ما بيكون في توتر ولا الصبح بالليل أو مشكلة زي هيك. البحث عن وسيلة نقل آمنة وأجواء مريحة للسيدات بأيد نسائية، إضافة إلى تفعيل المرأة في أعمال تقتصر فقط على الرجال، ليس حكرا على الأردن، حيث انتشرت في أكثر من دولة عربية وأجنبية خدمة التاكسي للنساء مراعاة لخصوصيات كثير من الزبائن. سهى جميل، العربية، عمان.